كنتش جيت في وقت متاخر. ما تقولش كده حسن، البيت بيتك وتيجي في اي وقت. اتفضل اتفضل. انا يخليك. اهل البلد عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله دايما. اهلا 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 يا ابو علي. طالما قلت ابو علي يبقى الامور حلوه وهتكلم بقى بقلب جامد. تحب نكمل هنا ولا ندخل انا وانت المكتب؟ لا لا ملوش لازمه المكتب، انا جاي في حاجه سريعه كده وماشي على طول. لا ما ينفعش، انت تقعد وتاخد وجبك وتشرب قهوتك كمان. لا قهوه ايه، خليها شربات، اصل انا جاي عشان لبنى. لبنى؟ اه هردها. انا الصراحه ما صدقت انك كلمت مروان وقلت له ان ما عندهاش مانع. طيب برضو يعني حتى لو هنتكلم على لبنى تقعد ونتكلم بهدوء كده، صلي على النبي مش كل حاجه بسرعه يعني. لا والله يعني اعذريني، انا كلامي مع الرجاله ولا عاد البشر. طبعا يا حسن طول عمرك بتفهم في الاصول. طيب ممكن اطلع اخد مرتي؟ لا 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 ليه ما تطلع تجيبها لك؟ اطلع هاتي لبنى. مش هينفع دلوقتي اصلها نايمه. لا انا مش نايمه. عشان تعرفي بس اني غاليه عندي واني ما اقدرش استغنى عنك. اول ما عرفت ان خلاص عقلك رجالك وعرفت ان جوزك فوق الكل قلت خلاص يا حسن انسى اللي فات ونفتحوا صفحه جديده. وانا هاجي معاك يا حسن. الهبل اللي انت بتقوليه ده، لبنى مش هترجع معاك يا حسن. ايه الكلام ده يا عادل باشا؟ انا كده ازعل. اديك سامع بودانك، لبنى بنفسها قالت هتيجي معاك يا حسن، سيبك من ريم خالص. اه سيبك من ريم، اسمع كلام عادل بس بعد اللي هقول لك عليه. انا هقول لك عادل في دماغه ايه وبعدها هاجي معاك، بس لازم توعدني انك هتعمل لي كل اللي انا عايزاه. عادل كان بيلعب لعبه وفاكر ان خيوط اللعبه كلها في ايده، بس انا بقول لك اهو كل اللي هو عايزه ان عايز يحطك انت واخوك تحت رجليه. وبعدين؟ أنا بقى اللي هحطه تحت رجلي. أنا مستعدة أرجع لك يا حسن وأبقى معاك كمان على طول، وطالما هبقى مراتك وفي عصمتك يبقى أنت اللي هتجيب لي حقي، وأول حق بقى أنا عايزاه من الراجل ده. اتفضل يا ربنا. تتفضل فين يا حسن؟ مش وقته يا ريتال. هو إيه اللي مش وقته؟ رجعتها؟ رد عليا يا حسن. ايوه طب مش كنت تقولي على الاقل يعني كنت سبت لكم البيت عشان تعرف تهيص انت والحلوه؟ عذراكي والله العظيم يا لبنى، اصل حبيبتي حسن ده اللي تعرفه تفضل مكلبشه فيه بايديها وسنانها. وقف يا لبنى بكلمك. ايدك عايزه تتكلمي اتكلمي مع حسن، اعتبريني مش موجوده خالص. عاجبك كده؟ فهمني يا حسن عشان انا دماغي خلاص هتطرشق مني. ما تلمسنيش. عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان انا هنا مش قاعده لك تاني. رايحه فين؟ اوعى ايدك، رايحه لامك تيجي تشوف حل في اللي انت بتعمله فيا ده. ايتال اهدي وانا هفهمك. انا مش عايز افهم يا حسن، الكلام معاك خلص خلاص. اهدي بس يا ريتال، ما تبقيش عبيطه. هو انت عايزاني اقعد معاه بعد اللي عمله؟ مش هيحصل. وبعدين انا مش هنام وارتاح لما يجي مروان ويقول لي عنده علم باللي عمله حسن ولا لا. ما هو لو عارف يبقى بيقويه عليا، انا لازم استناه علشان يقول لي اللي حصل بالظبط. يقويه عليكي؟ استحاله مروان يعمل كده. طب كلميه واساليه قولي له حسن رجع البنت اللي اسمها لبنى دي ولا لا؟ حاضر انا هكلمه، بس انت اهدي شويه. ما تقوليليش اهدي، مش ههدى يا زينب. ريتال لا يا حبيبتي، انت لازم تهدي عشان نعرف نفكر صح. هديت يا زينب؟
حبيبتي انت كان لازم تقعدي مع حسن وتفهمي منه ايه اللي حصل. هو ما كانش عايز لبنى، وطالما رجعها يبقى اكيد في حاجه حصلت. اللي حصل يا حبيبتي ان حسن بيحب يبقى ديك البرابر، يحب النسوان كلها حواليه، ده لو صحي من النوم ما لقاش 3 4 جنبه ممكن يتجنن. اساليني انا رتال. زي ما انت عارفه حسن انا كمان عارفاه، استحاله يكون بالدماغ دي. اهدي اهدي عشان نعرف نفكر صح. خليكي قاعده هنا شويه، هروح ادي الدواء الجبريه وارجع لك. ماشي؟ دواء ايه اللي تديهولها؟ انت فاكره ان دي هتموت؟ دي هتموتنا كلنا وتقعد على قبرنا. حرام عليكي يا بت، اهدي، ما ينفعش كده. ماشي يا حسن، ماشي. تعالي يا زين. معاد الدواء يا مرات عمي. اتفضلي بالشفاء. من قلبك. انت لازم تاخدي الدواء في ميعاده. لا هاخدوش. ايه لازمة الدواء لما اللي حواليكي يدعو بس من ورا قلبهم؟ انت ليه بتقولي كده؟ هو انا عملت حاجة تزعلك ولا قلت كلمة تضايقك؟ لا عملتيش، بس انا عارفة انك مش مرتاحة، وانا ما عايزاكيش تعملي حاجة وانت مغصوبة ولا من ورا قلبك. اطمني يا مرات عمي، انا مرتاحة ومش تعبانة. لا تعبانة وبتيجي تطلي عليا وانت مغصوبة. اقول لك على حاجة، انا ما صفيتش ولا ركت الكريمة إلا عشان خاطرك، وعمر قلبي محن لحد غيرك. بلاش ندور في القلوب يا مرات عمي، خلي كل قلب مقفول على اللي فيه، يمكن لو فتحنا البيبان مش هنعرف نقفلها تاني. وبلاش نقعد نقلب في اللي فات، خلينا نفكر في اللي جاي، وخلينا نسيب لعيالنا ذكرى حلوة لما يكبروا نحكيها لهم ويبقوا مبسوطين. هروح اجيبها بكره. هتقول لك مش هرجع البيت الا لما لبنى تخرج منه. وانا كنت عايز اتكلم معاكي في الحكايه دي.